الرشدي نائب رئيس جمعية الدفاع الحسني الجديدي. اليوم كنظموا واحد صبيحة لفائدة التلاميذ والتلميذات البلية الجديدة. هاد الصبيحة غادي نشطوا فيها، نعلموا فيها مثلا قواعد اللعبة، منافسات للتلاميذ، وغتكون أول نشاط غنحاول نعموه إن شاء الله في مؤسسات أخرى، لأن الكل كيعلم الدور الكبير ديال لعبة الشطرنج بالنسبة للأطفال وخاصة بالنسبة للتلاميذ، لأن كتعلمهم التركيز، كتعلمهم روح المبادرة، كتعلمهم الصبر، لأن التلاميذ نهار ديال الامتحان بزاف ما كيبغيو يجاوبوا وينوضوا، ألوغ كو بالنسبة للشطرنج يمكن له يجلس ساعتين، ثلاثة ساعات، حتى لربعة ساعات، وهو كيحاول يحل بعض المشاكل، وكيحاول يفكر في دونك تنمي ليه الذكاء ديالو والذاكرة. كاين بزاف ديال الدول، 32 دولة عبر العالم اللي قرروا برمجوا لعبة الشطرنج داخل المقرر الدراسي، لأنه عارفين الأهمية ديال هاد اللعبة. وحنا هنا كما قلت غنحاولوا نعمو، غنديروا إن شاء الله شراكة مع بعض المؤسسات التعليمية هنا داخل الجديدة، ويمكن مع الأكاديمية الجهوية إن شاء الله إلى التحقيق. وشكراً.